قصه وحال لا شيء طريف انه كسو دكت ايات انت يشغان على كلام في صحتها وان انه ضعيف تاينا ابدا لكن كتب التفسير باشيغا مال ما لما كم سيدنا عثمان بن عفان بو حسوق ايبي لان تيمرو ادو قرحسن بو سو غد النبي او كيناي سو رب النبي انه تيمرتا واخ كعنو سعد النبي لو سو دغي وان المسكين يدي ما الله يا نون حريستا الله نحريستا نبي قال لانت تيمت ديبي ولا دقاقي عنود بو كبلاب عثمان با حق كوريغي لانت بو كسو ايبي مر لبا وخو لعقت قاد ولا انت اسي او سي او سو عيشد نبي الله بل واخ كتاور او كسو دبا نوقدي مسكينكي مسكينكي بعدنا سو جيري ما الله يا الله كو دورو نو نحريس نبي وخو ري لانت بعدنا سي عثمان و حماداي خير بو كدبت غادنا مر لباد بو كسو غداي ور بلكي مركا دا مو خو و خوغي ان لا غدا ما لا ييبيره و دايي لانت بعدنا نبي عثمان سو ييبي نبي او كيري و كسو دبا نوقدي و مر صدخ حد و امتحان و ييبي و نبي هادنا واسي مر افراد عثمان سو عليي مركا افراد بو هادن ما الله نبي و خو ري مسائل با تمس بايع با تا نيو من انتو كسن هياتا مسنين قنعسي اسو شرتي بات لا انت افر غور بلغا اي بشي بحكو دبا دغا ايات قصه اسو كسو دغي ودا قار كود شي واقصه عجيبه كتب التفسير وايش لغا في ابو سعد ثعلبي كتاب ثعلبي عفوا